مايا كانت ابتدت بداية هالأسبوع الحديث عن علاقة الأخ ومع أخته، أكيد إمتى بتوقف العلاقة، إمتى لازم يكون في لها حدود أو لا. رح أتابع بهذا الموضوع اليوم بولادي بالدنيا. مايا صباح الخير. صباح الخير غيدا. موضوع كتير أساسي كنت بلشتي فيه وما قدرت تتكفيه لأنه موضوع طويل، واللي هو موضوع لما بيكون في خي وإخت عايشين مع بعضهم من نفس البيت، إمتى لازم عن جد يكونوا عم يشاركوا كل اهتماماتهم مع بعض، إمتى لازم يكون في حدود بيناتهم بطريقة التعاطي أو بطريقة حياتهم اليومية. مزبوط. خلينا نبلش من مطرح ما وقفنا أنا وياك نهار التنين، لأنه بذكر شوي المشاهدين أنه بالآراء اللي أخذناها شوي من الناس كان في آراء أنه شوي فيها مبالغة، يعني أنه لا، إذا انوجدوا بنفس الأوضة مش مفروض، ومش مفروض يناموا بنفس الأوضة، وكتير إشياء يمكن موانع بحطوها بحسب العيال وبحسب التقاليد، وهي بأغلب الأحيان ما بتكون صحيحة. يعني أنه بدنا نقول أنه كل خي وأخت بيربوا بنفس البيت بالنهاية، من أعمار صغيرة بيربوا سوا، بيواكبوا بعضهم بمراحل تطورهم، فما في شك أنه بيكون في نوع من اللحمة بيناتهم، يعني بيكون في عن جد علاقة كتير متينة بيناتهم، ولازم هالعلاقة تنوجد. بس مطرح ما وقفنا أنا وياك حديثنا التنين كنا عم نقول أنه أكيد ابتداء من عمر معين، اللي هو تقريبا بين عمر 12 و13 سنة عند البنت تقريبا، أفضل أنه إذا منقدر نكون يكون عندنا غرفتين، غرفة للصبي وغرفة للبنت، أكيد بيكون أفضل، بس حفاظا على الخصوصية تبع البنت. صح، لأنه منعرف أنه هيدا بداية البلوغ عند البنت، يمكن بداية الدورة الشهرية عند البنت، فبالتالي البنت بحاجة لخصوصية، بحاجة لبرايفسي، تغير تيابها يمكن بدون ما تحس أنه مضغوطة زي بخيا برات الأوضة مثلا. نفس الشيء بالنسبة للدورة الشهرية، يعني هيدي شغلة كتير بدها خصوصية عند البنت، فأفضل تسهيلا لحياتهم سوا، وبس تسهيلا للأمور مش غير شيء انه يكونوا بغرفتين منفصلين. ما عم نقول افضل لحتى ما يصير في اي امور بيناتهم مش مفروض تصير، لانه انا بعتبر انه لما بيكون في مبادئ متينه بالبيت وبيكون في مبادئ يعني حطوها الاهل من اعمار صغيره، وبصير الولد يكتسبها بشكل عفوي، مش ضروري نقعد الولد ونعمل وعظ للولد، بالحياه اليوميه هو بيكتسبها، ما بنعود نخاف من حوادث بتصير من صحيح. من هالنوع ابدا، يعني خاصه اذا في يعني اذا الوضع الاقتصادي بيسمح، او اذا كانوا مثلا في اوضه مثلا زياده هون ساعتها بيكونوا اكيد الاهل مرتاحين، بيقدروا يفصلون، لانه بهالعمر بيصير عمر المراهقه، هي بتحب كمان يكون عندها اغراض لها بالاوضه، بتحب يكون يعني بتحب تعمل موديل لها، وهو نفس الشيء بصير بيشغل عنده اصحابه على الاوضه 100%، انه اصحابها بدهم يقعدوا عندها واصحابه مثل ما عم بتقولي، فبيكون افضل. اذا لا اكيد بيلاقوا حل داخل البيت، صحيح. يعني بيضلوا يقدروا انه يلاقوا حل اكيد. هلا خلينا نقول انه اكيد كاهل بدون ما نحس انه عم نعمل واجب، لما بيكونوا اولادنا عم يلعبوا مع بعضهم، لما بيكونوا بوضع كثير عادي يمكن عم يلعبوا بالطبشوره وعلى اللوح، يعني عم يكبوا بالطبشوره، لما بيكونوا عم يلعبوا باي شيء، بسياره هي عم تلعب بلعبه، قاعدين سوا، رايحين نعمل بيكنيك كلنا سوا، رايحين نلعب بالطبيعه، شو ما كنا عم نعمل، اكيد بشكل كثير عفوي هالاهل بدهم يراقبوا الاولاد، بس بشكل عفوي، يعني نحن بما انه حاضرين، اللي بدي اقوله غيدا انه نحن بما انه حاضرين لاولادنا، يعني الحضور داخل البيت كتير كتير مهم، مشان هيك أنا دايما بنتقيد الأشخاص يلي لو فول تايم شغلهم، يلي تاركين الأولاد مع المساعدات بالمنزل أو مع أشخاص، بعتبر أنه مش لازم هالقد نترك الأولاد معهم بهالفريكونسي بهالكترة، يعني بعتبر هيدا الشيء غلط، لأنه ما بيقدروا يراقبوا بالطريقة اللي نحن منراقب فيها. فإذا المراقبة ما بدها تكون أنا قعدت وعم راقب أولادي، المراقبة بس من خلال حضوري، أنا حاضرة مع أولادي، يعني انا شايفه اولادي كيف عم يتصرفوا، يعني انا شايفه انه هالصبي يلي عمره مثلا 10 سنين او 7 سنين وهالبنت اللي عمرها 5 سنين، شايفه انه بنهار من الايام عم باخذ لهم صوره سوا، صار في بوسه يمكن على سبيل المزح يعني براءه، بس يمكن بيسع على تمها للبنت، شايفه هالامور هون بتدخل، طالما انا حاضره انا قادره اتدخل بشكل بدون ما اخوفهم، ما بدي اخوفهم، لا وعيب شو عم تعملوا، هي اختك، لانه ما بدها هالقد، يعني هو مش عاطيها هالحجم، هو
عم يمزح. فانا بقدر بشكل كثير عفوي بشكل كثير بسيط قول بس رمارك، اعطي ملاحظه انه لا اختك ببوسوها على خدها، يلا بوسها على خدها تشوف تاخذ لكم صوره سوا وانتهينا. يعني ما بدنا نعمل كارثه من الموضوع لما بنشوف شيء مش كثير عجبنا، خاصه بالاعمار الصغيره. وبفتكر كنا بنقدر نميز بين الامور اللي كثير جديه والامور الاقل جديه اكيد. هلا كثير اوضاع اذا بدك او ظروف بحتموا على الاهل اكيد مراقبه شوي اكثر، مراقبة أكثر برجع بقول بشكل عفوي. يعني مثلا بذكر لما بيكونوا أولادنا على البحر مثلا على البيسين مع بعضهم أو سوا وحدهم أو مع أصحاب، يعني بنعرف أنه الأولاد بحبوا يلعبوا كجروب على البيستين مع بعضهم، أكيد أنه أفضل أنه نصير من وقت لوقت نراقبهم نشوف شو عم يعملوا، مش لأنه بده يصير شيء خطير، لأنه بهيدي الأعمار الصغيرة في حب الاكتشاف. صح. في عند البنت بيكون ما يكون بدون ما يكون عندها أي اضطراب أو أي شيء يمكن خاطئ أو أي تصرف غلط، ممكن تخلق عندها رغبة يمكن بأنه تفرجي البرايفت بارتس اللي عندها إياه هون للصبي، بس يعني الاعضاء الحميمه اللي عندها اياهم بجسمها للصبي، بس على سبيل والله انه هي مبسوطه بجسمها او عم بيقارنوا بعضهم انه هو بيقول لك انا شو عندي لك انت شو ما عندك فمنراقب. هلا نفس الشيء الصبي والصبيان دائما نحن يعني بحسب انا خبرتي عياديا بشوف انه الحوادث بتصير مع الصبيان اكثر من مع البنات، يعني الصبيان بتحسي ما بعرف انه بيقولوا الاشياء بشكل علني بشكل مفضوح، يعني بدي اقول الاشياء مثل ما هي غيدة. عن جد بخبرونا اوقات كثير اهل انه بيبقى صبي صغير يعني بيبقى عمره عن جد يمكن شيء 5 6 سنين مثلا بيعيط لاخته بيقول لها تعي تعي شوفي انا شو عندي مثلا، بينزل البنطلون او بيتبعد شوي البنطلون عن جسمه تعي تعي شوفي. بتعرف صبي هيك اسمه امير زيتوني قريب منك ولا عمره 3 سنين ابنه قريب منك ولا مش قريب منك؟ بفتكر قريب منك قريب كثير قريب مني كثير بس بضل شالح بالبيت. اوه خطره هيدي خطره هيدي. اخته قديه صار عمرها شادي؟ 9 سنين. شفتك بتضل لحقته البوس البوس يعني. اي والله بدك تنتبه يعني بس ما يكون اخذ اشياء بالوراثه. ما بعرف انا ما بعرف. انا عم بفترض ما عم بحكي شيء. اخذ اشياء بالوراثه. في عندي انا مدام زيتوني قالوا بونجور تنشوف تناخذ فبدي اقول غيدا انه بدنا نراقب. يعني برجع لنفس النقطه انه ما بدي اعمل كارثه من الموضوع، بالعكس يعني انا بنصح الاهل يتدخلوا بشكل انه يفوتوا باللعبه مع الاولاد. يعني مثلا فتنا على الغرفه شفنا انه الصبي عم بفرج العضو الذكري للبنت مثلا، بكل بساطه بقدر اقول له ايه مامي مزبوط انت عندك هالشيء، هي ما عندها هالشيء لانه انت صبي هي بنت، بكمل الموضوع بطريقه سلسه. ما انت بتلبس بنطلون هي بتلبس تنوره، انت شعرك قصير هي بتعمل جدولتين شعرها طويل الى اخره. ما بدي انه شوف اشياء مثل هيدي واضربه او قاصصه لانه هيدي اشياء طبيعيه تصير ببيوتنا. هلا اللي مش طبيعي يصير هو تحرش تحرش يعني ملامسه ان كان باعمار صغيره او باعمار كبيره وخاصه باعمار شوي دقيقه، يعني ابتداء من عمر 7 8 سنين بنصير نعطيها معنى اكبر، بس بكل الاعمار لما بصير في ملامسات كمان ما بنقاصص وما بنصرخ وبنعيط بس بنتدخل بشكل جدي اكثر. ودائما الجمله سلوغان الجمله الشهيره يلي بدنا نفهمها لاولادنا انه ما بنفرجي جسمنا لحدا، جسمك لك انت بتشوفه قد ما بدك، حر تشوف جسمك، انت بتشوفي جسمك، بتشوفي جسمك على المرايه، بتشوفي جسمك انت عم تتحممي، بس جسمنا ما بنفرجيه لحدا، ما بحق لنا وممنوع نخلي حدا يدقر لنا جسمنا. بدي اذكر شوي بما انه عم نحكي عن الخي والاخت اليوم غيدا، لعبه كثير بنشوفها اوقات بالبيوت اللي هي لعبه الدكتور، لعبه الطبيب. يلي بتعرفي بصيروا بيلعبوا دكتور على بعضهم، يعني بيبقى عندنا هالعده اللي هي عده الميزان الحراره والستيتوسكوب السماعه وما بعرف شو، بصير بدنا نلعب لعبه الدكتور. ما عم خوف الاهل ابدا بس عم اقول لهم انه لما بيكون في اولاد ولدين من جنسين يعني حدا صبي وصبي وبنت بالبيت وعم يلعبوا لعبه الدكتور، حتى لما بيكون في بنتين بس لما بيكونوا صبي وبنت اكثر، افضل انه عن جد نراقب كثير وافضل انه ننصحهم لاولادنا انه افضل بيكون انه يلعبوا هاللعبه على البوبي او على البلوش من انه يلعبوها على بعضهم، واذا ولا بد بدهم يلعبوا هاللعبه مع بعضهم، خليني اتاكد انه الاشياء اللي ممكن تعطيهم افكار مش كثير مضبوطه مثل ميزان الحراره مثلا، خليني اشيله من العلبه واكتفي يمكن بهيدي اللي بنفحص فيها الركبه او بالسماعه بالستيتوسكوب مش اكثر من هيك. اللي عم اقوله منه نظريات، يعني اللي عم اقوله ناتج عن اشياء انا بشوفها بشكل متكرر عياديا، عن جد بشوف اوقات حوادث
عند اولاد بيكونوا مش ناضجين يعني ما عندهم النضوج الكافي، انه فعلا عم بيقول لاخته مثلا انه تعي تاخذ لك حرارتك او هي او بالعكس، او اوقات هلا للاسف بوجود الاجهزه الموبايل وهالاشياء اللي صرنا بنعطيها لاولادنا بعمر بكير بصيروا اوقات يلعبوا بياخذوا صور لبعض ومش مستحب ياخذوها. هيدي امور عم بتصير بالبيوت، انا مش عم بخترع، عم بتصير بالبيوت، فبدنا نراقب اولادنا اكثر بفتكير وما نمنعهم يلعبوا. يعني اللعب الخيالي كتير مهم، مهم انا اولادي يمرقوا بمرحله يلعبوا مثل ما بيلعبوا بالمطبخ بيت بيوت يلعبوا لعبه الدكتور، بس بدي انتبه كمان، بدي انتبه انه هالنوع من الالعاب اوقات بخلي هيك بعض الافكار تخطر على بال اولادنا، افكار مش كتير مزبوطه لانه هن بريئين ما عندهم النضوج الكافي، فانا ما بعرف كيف ممكن ينفذوا هالافكار، فهيدي امور بفتكر كثير لازم ما ننتبه لها ببيوتنا. اكيد اكيد. طب هون مايا كمان يعني مثل ما كنا عم نحكي هديك المره على قصه مثلا الثياب وتغيير الثياب والحمام وكل هدول القصص، يعني قديش كمان ممكن الاهل تقدر تعطيهم ارشادات لحتى يقدروا يعني يمشوا عليهم يعني ومن اي عمر بالضبط يعني؟ مزبوط. هون خيدا مثلا ذكرتيني بشغله، بنذكر قصه الحمام سوا، الصبي والبنت وقتها بيتحمموا سوا، معظم الامهات بتشوفي انه مثلا لما بيكونوا باعمار قريبه، يعني عندنا بنت مثلا عمرها سنه ونص، خيا اكبر منها كمان بشي سنه ونص، انه يلا بحممهم سوا، بحطهم بالبنوار وبحممهم سوا، ليش لا؟ ليش لا بهالاعمار الصغيره؟ بس بدي اقول انه ابتداء من اعمار معينه، يعني ابتداء من اعمار معينه تقريبا لما بيصير البنت عمرها 5 سنين مثلا ما بيعود محبز هيدا الموضوع، طبعا هي بتكون بعد ما بلغت، بيكون بعد اشير البلوغ ابدا ما ظهرت على جسمها، بس لحتى بلش انا اعطيهم هالمبادئ التربويه اللي لها علاقه بالجسم، انه جسمك لإلك ما حدا بيشوفه، عيب انت بتشلحي وحدك، اذا فتت على التواليت افضل انه ترد الباب مثلا، بنعرف بهالاعمار الصغيره ما بنفوت ما بنقفل الباب، بس انه بترد الباب لانه اذا حدا قاطع قدام التواليت مش ضروري يشوفك، فابتداء من هالعمر هيدا افضل انه ما يتحمموا سوا، بيكون اكيد افضل، لانه نحن بنعرف انه اكتساب الهويه الجنسيه يلي بيتم تقريبا عند الاولاد تقريبا بين 3 سنين ونص و4 سنين وبيكمل، يعني ببلش وبيكمل هالشيء، هيدا مش انه بيتم وخلص، فهون اكيد هالصبي اللي عمره تقريبا يمكن 3 سنين لانه حشريته كثير قويه، يمكن بحب يدقر اخته، يمكن بحب يتفرج على اخته، ما بدي انا انه اذا بتفرج بشكل عفوي اوكي، يعني عم تلبس هيك قدامه وهيك اوكي، بس ما بدي انه يقصد انه يلمس اخته، او ما بدي يقصد انه يطلب من اخته تشلح ثيابها مشان هو يستعمل هالموضوع كوسيله للاكتشاف. صحيح. بس نحن مشان هيك بنقول انه افضل نتفادى هالامور بعمر متقدم. أكيد. بصب كمان بنفس الخانه جوابا على سؤالك، اوقات بيسالونا الاهل طيب اوكي الاخوه، ونحن كأم وبي معليه اذا هيك بوسه مرقه هيك لما بدنا نودع بعضنا الصبح او قاعدين غمرنا بعضنا نحن عم نحضر تي في، انا بقول لهم مش معليه، لازم ينعملوا لحتى الولد يعرف شو الديفيرونس، شو الفرق بين علاقتي باختي، علاقتي باصحابي، وهالعلاقه اللي بين امي وبيي شو اللي بيميزها. اكيد. وبتعرفي لازم كمان تعملي حلقه مايا عن موضوع انه قديش بالنسبه لموضوع الهويه الجنسيه يعني تبعيه الصبي والبنت، لانه بيكون في بنت بالبيت او بيكون في صبي بالبيت، كمان كيف هن يعني الاولاد هن يقدروا يميزوا حالهم ويحطوا حالهم باي خانه، لانه دائما بيقولوا يي بحب يلبس تنوره اخته او بتحب تلبس مثلا كثير جينزات بتصير كثير تومبوي، او بصيروا بيقولوا ما عم تقدر تطلع وتصير بنت صبيه مثلا وتلبس فستان وتنوره، بتقص شعرها قصير وبتدلها مثل الصبيان، فكمان هيدي يا ريت كمان بتخصصي لها حلقه لحتى تركزي كمان على الادوار اللي بيلعبوها الاولاد كل واحد بمجتمعه حتى من هن وصغار. اكيد. بشوفك جمعه الجاي. الله يرضى. رح نتابع محطاتنا بعد دقائق، الشيف شادي بيكون ورشه ملح ومن بعدها ضيفنا كمان، خليكن معنا.